ده السيد نصر الله شو بتقولي؟ شو بدي اقول؟ بدي اقول له حميت كل الطغمة الحاكمة، حميت كل ملوك الطوايف. ما بعرف، مبسوط، مبسوط بالبلد وبالعتمة، مبسوط بلبنان، غزة تانية. ما بعرف شو بدي اقول. من بيع الناس شعارات وتعتير. مفتاح الحل بإيده برأيك؟ مسؤولية حزب الله أكبر من مسؤولية كل البقوة، لأنه الحزب اللي غطى كسر الثورة بالشكل اللي حاولوا كسرها فيها، لأنه مثل ما قلنا حمي كل المنظومة، وإلا بعد سقوط حكومة سعد الحريري بالشارع كانوا كلهم، يعني كلهم سقطوا. اللي كان خط الدفاع عن كل الأحزاب، اللي بتعمل حالها بتحبه واللي بتعمل حالها بتكرهه، هو كان حزب الله. شو تعليقك؟ امبارح كنت عم بسمع مستر جوني منير كان عم بيقول، عم يحكي شوي عن رئيس الحريري وانه عم بحضر انه يعتكف او يخلص يبطل، انه هو مكلف، وكان عم بيقول انه بلشت اذا بدك التحالفات بين حزب الله وبين التيار العوني، وكلمة جبران باسيل من جمعة يمكن انه عن المداورة بالرئاسات هيدي ما اجت من فراغ. فبرأيك شو عم بيصير؟ شو عم يتحضر؟ حياتي لجوني، بس ما سمعته صراحة. ما في كتير سيناريوهات، ولا في كتير طرق ووسائل ليلقطوا شوارعهم. الطريقة الأفضل والمسلمة مثل ما قلت لك هي اختلاق مشاكل مذهبية وطائفية. نزلوا دم هون من هلأ، عم نقولها، بتمنى الناس تسمع شو يعني نزلوا دم. يعني حدا بده يفقد غاليين أو بده يصير فيه مشاكل طائفية مثل ما قلنا، لترجع كل واحد يسترجع جماعته، ولكمان يروحوا ينبشوا على الحماية تحت هيدي المظلة الوهمية اللي اسمها مظلة الزعيم. ولح يطلع لك ناس يصير يقولوا بدنا نسلح، بدنا نعمل، بدنا سلاح، وبدنا مدري شو. كله حكي بلا طعمة. ما في بلبنان موازين قوى أصلا لحدا يعمل حرب. العنف مش لمصلحة اللبنانيين، مش لمصلحة للثورة ولا المعارضة.